السلام. بسوي شير للبرزنتيشن، وبس أبغاكم تتأكدون إذا طالع عندكم تمام، ولا أحتاج إني أفتح العرض من جهاز ثاني. تمام. طالع واضح؟ اي واضح واضح. والصوت واضح بعد؟ ايوه كل شيء تمام. تمام. بس في نقطة، ما أعرف مين بالضبط بيكونوا موجودين وقت العرض، بس إذا بعرف من جهاز واحد ما أقدر أشوف ولا الشات ولا لو انقطع يعني عليه الصوت بالغلط، ما بعرف إذا هو انقطع ولا لا، بس أنا بكون منتبه للواتساب، فلو في أي حاجة سواء بالصوت أو في شيء بالشات أو أي حاجة ثانية تقدرون ترسلون واتساب إذا ما عليكم أمر. خلاص تمام ما مشكلة. لو قدرت عادي بدخل من جهازين، وإذا ما عليكم أمر إن الاثنين يكونون كوهوست لو في مجال، و اثنينهم يكونون كهوست واثنينهم بيكونوا بنفس الاسم، يعني ما بيكون باسم ثاني. خلاص بس ما مشكلة. في حاجة ثانية يحتاج أشيك عليها. أتوقع خلاص بس اللي هو الصوت والعرض، يعني ما في شيء زيادة. تمام، يعطيك العافية. يبدأ على 10 و10، ما في بعض الأيام صار 10. لا بالضبط 10/10 عشان الوقت يتنظم يعني. تمام، يعطيك العافية.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية. واضحة الصورة إياكم ولا؟ اي واضح واضح. تمام.
السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا طالب علي الخاطر من كلية العلوم الإشعاعية سنة رابعة. بشرح بشكل عام عن العلوم الإشعاعية وإيش الأشياء اللي بندرسها بعد السنة التحضيرية من سنة أولى إلى سنة الامتياز. تمام؟ طبعاً جدول المحتويات اللي بنشرح الحين في هذا البرزنتيشن، لو نعرف التخصص والخطة الدراسية لكل سنة، الفرص الوظيفية بعد ما نخلص الدراسة، وما هو دور أخصائي الأشعة، ولماذا إحنا يعني نختار تخصص الأشعة، وش هي المخاوف والتساؤلات. طبعاً التساؤلات ناخذها منكم إذا أحد كان عنده سؤال. تمام؟ طبعاً الأشعة هو تخصص يندرج تحت كلية العلوم الطبية التطبيقية. اللي ندرسه فيه هو كيف إحنا نشخص الأمراض، أو عفواً كيف إحنا نصور المريض ونرسلها إلى الطبيب علشان يشخص له هذا المرض. طبعاً لكل جهاز، طبعاً عندنا عدة أجهزة، وكل جهاز إلى تخصص معين في تشخيص الأمراض. بالنسبة إلى الأجهزة اللي إحنا نستخدمها في تخصص الأشعة، أول حاجة عندنا الأشعة السينية أو الإكس راي. هذا الجهاز طبعاً ياخذ سينجل شوت، أو اللي هو لقطة واحدة من عضو معين. إحنا مراد منا فحصه، مثلا جانا مريض من بنفحص الى يده، لا قدر الله كانت مكسوره او كان يحس بالام من طيحه، من سقوط بسيط كان. اول حاجه ندخل على الاشعه نشوف اذا بين معانا شيء، فبين معانا مثلا كسر او كسر طفيف مثلا، او على حسبها يبدو إلى الخطة العلاجية. هذا بالنسبة للإكس راي. طبعاً على حسب العضو المراد فحص، زي ما ذكرت، سواء كان الرأس أو اليد أو الصدر وأعضاء أخرى. يعني بالنسبة إلى جهاز الأشعة المقطعية أو السيتي سكان، هو يستخدم لا إله إلا الله، يستخدم نفس التيوب اللي موجود في الإكس راي. تمام؟ بس بشكل مطور عشان يتحمل أكثر من الإكس راي العادي. هو أساساً تصميمه لهذا الشيء، لأنه يصور دائماً، هذا التيوب يصور دائماً باستمرار بشكل دائري مع عبور الطاولة اللي تتحرك إلى الجهاز نفسه. طبعاً نفس الشيء بوضعيات معينة حسب العضو المراد تصويره، وتنتج لنا الصور على مقاطع معينة، ونقدر نغير المنظور إليها أو الفيو حقها حسب البرمجيات الموجودة عندنا في الكمبيوتر. طبعاً كلهم هذه الأجهزة مربوطة بكمبيوتر، بس السي تي مربوط بمعالجات أقوى بحيث أن تطلع لنا الصور بعدة مقاطع. جهاز الإم آر آي يستخدم يعني موجات الراديو، هو بدون أشعة أو بدون أشعاعات معينة نستخدم فيها الراديو ويف أو موجات الراديو، ودائما هو هذا الإم آر آي أو الجهاز الرنين المغناطيسي يصور لنا الأنسجة الرخوية، ما يصور لنا العظام. دائما احنا نبتعد عنه عن العظام، يصور العظام في مناطق معينه بس بحسب ما بدخل في التفاصيل، لكن لما ذكرته بقوله بحسب اذا كان الموجود فيها البونمر، والبونمر فيها فلويدز او فيها سوائل، بحيث ان الام ار اي يطلع لنا ايش الموجود داخل هذا العظام. لكن بشكل عام الرنين المغناطيسي احنا ما نستخدمه في تصوير العظام، نستخدم السي تي الا في شروط معينه. مثلا عندنا مثلا العمود الفقري نستخدمه فيه.
بالنسبة للموجات الصوتية نستخدم فيها الموجات فوق الصوتية. عاد إصدارها يكون أساساً من من ذبذبات الإلكترونات أو الأمبير، وجعل البروب أو الترانزديوسر اللي نحطه نفسه على المريض وحولها إلى موجات صوتية. الموجات الصوتية هذه تخترق المريض وتعود لنا بصدى أو الإيكو، تمام، وتطلع لنا على أساس الصورة في الشاشة اللي عندنا في نفس الجهاز الألتراساوند أو الموجات الصوتية. بالنسبة للخطة الدراسية بعد السنة التحضيرية، عندنا سنة أولى عندنا مادة علم التشريح. علم التشريح هذا ندرس فيها المسميات الطبية، تشريح الإنسان من العظام، من العضلات، من المسميات حقها. ايش بعد نذكر فيه؟ الاسماء الاوعيه الدمويه وتشريح الانسان بشكل عام، يعني المسميات عاده نشرح فيها المصطلحات حقها، المصطلحات الطبيه. تصوير الاشعه السريري، هذا التصوير الاشعه السريري هو يعلمك عن الوضعيات اللي احنا نستخدمها في جهاز الاكس راي. بحسب وضعيات معينة احنا نفحص المريض على اساسها، وضعية لكل عضو في الجسم الى وضعيات معينة، الرأس الى وضعيات محددة، اليد الى وضعيات محددة، وكل مستشفى طبعا لها بروتوكول عشان من يدخل عندنا مريض خلاص عندنا بروتوكول نحن نمشي عليه، مثلا نصوره من جهة الامامية من جهة الجانبية مثلا، هذا بروتوكول المستشفى. وفي بروتوكولات يستخدموها المستشفيات يسموها وضعيات خاصة، تمام. وعلم الإشعاعات الطبية، علم الإشعاعات الطبية يتكلم عن كيف إحنا نصدر الأشعة، كيف هي أساساً تصدر، ويتكلم عن الراديشن، الحماية من الإشعاع، ويتكلم لنا عن حساب الجرعات الإشعاعية وكم احنا مفروض ناخذ او كم الجرعه المسموحه لنا احنا كاخصائيين اشعه او كم الجرعه المسموحه لباقي الناس. تصوير الموجات فوق الصوتيه نفس ما ذكرت فوق، سنة اللهم انه هو تدريب عملي على كيف احنا نصور المريض نفسه بوضعيات معينه حسب المنطقه اللي احنا بنفحصها، سواء كانت منطقه البطن او كان بنفحص الشرايين أو الأوردة. بالنسبة لسنة ثانية عندنا التقنيات الخاصة، هي نستخدم فيها الأشعة اللي الإكس راي، لكن بيعطينا نبذة بعد بوضعيات خاصة طبعا، بيعطينا نبذة متى احنا نستخدم الكنتراست أو المادة المتباينة اللي احنا نحقنها في المريض أو انه يشربها عن طريق الفم. بالنسبة لتطبيقات الحاسب، تطبيقات الحاسب يستخدم أو يعلمك على النظام الباكس اللي احنا نستخدمه في المستشفى اللي نخزن فيه الصور أو نرسلها للأطباء أو اللي يتواصل فيها قسم الأشعة بشكل عام مع باقي المستشفى. هذا اللي بندرسه فيها، وبندرس بشكل عام كيف نضغط الصور علشان بيكون حجمها عالي ومن هذه الأشياء. لكن القسم الحين دخل تقريبا شبه نقول موضوع جديد هو البايثون او لغة البرمجة، هذا دخلها في التخصص او دخلها في نفس هذه المادة، بندرس عنها بشكل مبسط عن كيفية معالجة الصور. طبعا الامراي والسي تي وحتى الإكس راي، لكن الإمارة والسي تي أغلب الأحيان هم اللي يستخدمون فيها الإيمج بروسيسنج، فهذا قاعد يعلم كيف قاعد يصير معالجة الصور داخل الجهاز اللي برمجتها الشركة نفسها. إحنا قاعد نتعلم حقها بس البيسكس حقها. التصوير الطبي هي مادة مدموجة حق الـMRI والCT، الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية. بندرس فيها عن الفيزيكس حق السنة الأولى
في مادة ما ذكرت وهي الفيزيكس حق الأشعة، بنتكلم فيها عن المادة يعني هو ما ذكرت بس بذكرها. السنة الأولى في التخصص في مادة بعد ندرس الفيزيكس بشكل عام حق الأشعة وكيفية إصدارها بعد، وكيفية تفاعلها مع الجسم من أول ما تدخل أو من أول ما يمتص الجسم، سواء عبرت خلال الجسم أو إنها امتصتها. وصلنا السنة الثانية، التصوير الطبي. التصوير الطبي زي ما قلت هو دمج ما بين الفيزيكس حق الـMRI، بناخذ جزء الأول عن الـMRI وندرس الفيزيكس حقه أو الفيزياء حق الـMRI وكيف إحنا ننتج الصورة وإيش هي الوضعيات اللي إحنا بنستخدمها وإيش الجهاز اللي بنركبه على العضو المعين عشان تطلع معانا الصورة. وجهاز وبندرس الفيزيكس نفس الشيء حق الأشعة المقطعية. بيتكلم عن نفس الشيء كيفية إنتاج الصورة وكيفية عمل جهاز السي تي. بالنسبة لعلم الأمراض بندرس فيه الأمراض اللي تصيب الإنسان وتظهر لنا على صور الأشعة، سواء كانت ألتراساند ولا MRI ولا CT ولا X-ray. تطلع بنكون بندرس إيش هو هذا المرض، إيش مسمى الشكل حقه، متى ننصاب لا قدر الله بهذا المرض. بس إن إحنا نفس ما قلت ما نشخص، إحنا تخصصنا ما نشخص الأمراض لا، بس إن إحنا ندرس هذه الأمراض، بس إن إحنا نشخصها لا، احنا مجرد ان نصورها نرسلها للراديولوجيست او الطبيب الاشعه وهو اللي يشخص الصوره. السنه الثالثه ندرس فيها التصوير المقطعي اللي هو جهاز السي تي نفسه. بندخل كيف بيكون هذا هو الجزء العملي. بندخل على الجهاز، طبعا في جهاز في عندنا في الجامعة بنتعلم عليه، بنعرف كيف نتعامل مع الجهاز نفسه، بندرس الوضعيات الأساسية أو الروتينية اللي في العادة أغلب المستشفيات تكون متضمنتها. أيوه بس وهذا هو صح. تصوير رنين المغناطيس نفس الشيء، بيكون بندرس الفيزيكس حقه، بيكون التطبيق حقه في المستشفى لأن جامعتنا يعني ما فيها جهاز رنين مغناطيسي، بس إن ندرسه وبنروح المستشفى بيكون هناك observation، ما يعني ما منطبق على الجهاز نفسه إلا يعني في سنة الامتياز، يعني هناك إحنا نطبق، بس في البداية إحنا نكون هناك يعني نشوف كيف أخصائي الأشعة يتعامل مع المريض، كيف الأخصائي الأشعة يتعامل مع الجهاز وهذه من هذه الأشياء. لكن إحنا سنة رابعة بندرس نفس الشيء الفيزيكس حقه وبندخل في تفاصيله. مشروع التخرج هو مشروع التخرج كل التخصصات هذه تسوي في السنة الأخيرة. عادة نختار موضوع أو إن يا إن نختار موضوع نرسله رئيس القسم تتم عليه الموافقة إن إحنا ننبه هذا الموضوع، أو إن نفس الكلية تحط لنا مواضيع وإحنا نختار منها. أنماط التصوير الطبي. معلش بس أنا مو ذاكر هذه المادة التصوير الطبي. معلش هذه بشوفها بس وبرد عليكم فيها، لأن مو أنا اللي سويت البرزنتيشن، فبشوف أبرد عليكم عليها. هذا أنماط التصوير الطبي ذكرون فيها في النهاية. الفرص الوظيفية عندنا المستشفيات الحكومية، المستشفيات الحكومية والخاصة الكل يعرفها طبعا. مجال الشركات الطبية، في عندنا شركات معينة نفسها اللي تصنع الأجهزة حق الأشعة، مثلا الأشهر اللي أنا أشوفها يعني في أغلب المستشفيات سيمنز وفيليبس. في عدة شركات ثانية بس الأغلب هذا اللي أشوفها. يكون ممكن نكون معهم هناك في تصنيع هذه الأجهزة أو لنا دور هناك، أنا صراحة ما عندي خبرة فيها بالضبط.
لكن احنا يعني نتعامل اياهم هناك، او ان في فرص وظيفيه في هذا المجال. تطوير الانظمه التشغيل للاجهزه الطبيه، هذه نفس الشيء، نفس الشركات اللي مجال الشركات الطبيه، اللي نفس الشركات الاس ام اس اللي ذكرتها، سيمنز وفيليبس، من ضمن هي من ضمن تطوير الانظمه التشغيل للجهاز الاجهزه الطبيه. وعاده تخصصنا هو في حاله التطوير، فان قاعدين قدر الامكان نقلل جرعه الاشعاع، خاصه في الاشعاع المقطعي. المجال الاكاديمي، بعد ما نخلص سنة الامتياز نقدر نقدم على الجامعة إن كانوا يبغوا معيدين، وندخل في المجال الأكاديمي وندرس الطلاب. بالنسبة إلى العيادات الطبية والمستوصفات، إلا العيادات على المراكز الصحية والمستوصفات من ضمنها، طبعا مفروض هي نفسها تندرج تحت المستشفيات الحكومية والخاصة. المراكز البحثية تقدر، المراكز البحثية الطبية تقدر تكون أنت مو شغال في التصوير لكن تكون باحث في هذا الشيء، يعني تبحث مثلا عن وضعيات مدروس عليها ان هذه تطلعها بمنظور معين، او ان تكون لا اله الا الله، تبحث عن يعني تبحث عن معلومات جديده هي اساسا مي موجوده، او ان تحاول تثبتها. هذا هو المراكز البحثية، وهذه المراكز البحثية طبعا الطبية مطلوبة في كل التخصصات، عادة يطلبها بكميات كبيرة، يعني يطلبوا منها طلاب. دور أخصائي الأشعة، طبعا في قسم العمليات، قسم العمليات دائما يكون أخصائي الأشعة هو اللي واقف قاعد يصور، والطبيب هو اللي هذه طبعا مثلا خلنا أضرب مثال عشان توضح. في الأشعة التداخلية اللي هو لما نجي نسوي قسطرة، يكون أخصائي الأشعة هو اللي ماسك الجهاز حق التصوير، والطبيب هو اللي قاعد يراقب الحركة هذه، يعني بيكون إياك وأنت تصور، والطبيب قاعد يدخل هذا مثلا القسطرة، وفي نفس الوقت قاعد يشوف أنت عليك، لكن تصور المنطقة وتمشي مع الطبيب أو الجراح. قسم الأشعة المقطعية نفس ما ذكرت، يكون الأخصائي يجهز المريض، يحطه بوضعية معينة ويتعامل معه بالجهاز. يعني بعد ما الحين دخل المريض داخل وحطه بوضعية معينة، يطلع برا غرفة اللي فيها الجهاز نفسه السي تي، يطلع برا يروح للكونسول أو وحدة التحكم، ومن هناك خلاص هو يضغط إكسبوجر أو إن يضغط على زر التصوير ويبدأ يصور الجهاز، ونفس الشيء الرنين المغناطيسي. الموجات الصوتية، بالنسبة للموجات الصوتية لازم يكون المريض، لازم يكون أخصائي الأشعة عالم، أو إن عارف أو عنده أتم المعرفة، لأن جهاز الموجات الصوتية دائما يكون معتمد عليه او الشخص اللي شغال في الموجات الصوتيه معتمد عليه بشكل كبير في تشخيص الصوره، لانه هو اللي بيطلع الصوره باوضاع معينه، وعلى اساسه بيتشخص عشان لا يفوت منطقه معينه ما صورها، بعكس السي تي. السي تي بيصور من جميع الجهات، تمام، لكن هذا انت بتمشي بالبروب نفسه اللي بتحط على المريض، وبتوقف انت الصوره وانت اللي بتاخذ اللقطه من الصوره. فهذا دائما يكون تشخيص معتمد على اخصائي الاشعه وطريقه تصويره. بالنسبه الى المخاوف والتساؤلات، هل الاشعه مضره؟ الاشعه هي طبعا مضره، لكن احنا نستخدمها في الاشعه بنسبه بسيطه جدا. وعادة أول شيء بتكلم عن المريض، عادة المريض يعني هو بياخذ فحص واحد، هذا الفحص التشخيصي، المريض ما ياخذ فيه جرعات إشعاعية عالية لدرجة الخطر، لا ياخذ جرعات إشعاعية بالملي، يعني نسبة لا تذكر حتى. بالنسبة إلى أخصائي الأشعة، طبعا وحدتها بالجري، طبعا لما تجي تتكلم الجرعة اللي ناخذها بالمليجري، بس ان اخصائي الاشعه
لما يجي يصور عادة نكون إحنا خلف جدار مرصص. أنا أتكلم عن خارج قسم العمليات، أتكلم عن السي تي سكان والأشعة السينية الإكس راي. إحنا نكون خلف جدار مرصص ما توصل الأشعة، فنكون يعني في أمان تام بإذن الله يعني. أما بالنسبة لقسم العمليات ففي نكون لابسين الليد شيلد اللي هو أو الرصاص الأبرون نفسه عشان نحمي نفسنا من الإشعاع، ولينا فترة معينة، ودائما في قياس للأشعة سنوي اسمه TLD اللي حاب يبحث عنه، Thermal Luminescence Detector. هذا احنا نستخدمه علشان نقيس فيه الجرعة الإشعاعية اللي احنا أخذناها خلال فترة معينة، وعلى أساسها احنا مثلا نوقف تعرض إلى الأشعة لو كنا قاعدين نتعرض لأشعة. في العادة في الأجهزة التشخيصية احنا ما نتعرض للأشعة هذه بكميات عالية، خصوصا لما نكون احنا في جدار مرصص خلف جدار مرصص. الأشعة لماذا الأشعة؟ طبعا تخصص الأشعة يرتبط بالحاسب الآلي بشكل كبير، دائما أساسا احنا تعاملنا كله مع الحاسب والتطورات اللي قاعدة تصير في الحاسب والبرمجيات، عشان كذا هم تخصصنا أو قسمنا دخلوا لغة البرمجة عندنا في القسم أو في تخصص أو في مادة الكمبيوتر نفسه. دائما احنا نتعامل مع الكمبيوتر، على حسب تطور الكمبيوتر ومقدرته احنا قاعدين نطور من النتيجة اللي تطلع لنا في الصورة. قلة المتخصصين في لا هي مين قلة المتخصصين في الكوادر الوطنية؟ لا، أساسا هي هم كثيرين الأخصائيين الأشعة، لكن ليش الأشعة؟ لأن مجالاتها واسعة. عندنا بذكر منهم، عندنا الأشعة التشخيصية أول ما نتخرج، طبعا عندنا الأشعة التشخيصية، عندنا الأشعة من ضمنها الأشعة السينية، الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي والموجات الصوتية. هذه بالنسبة للتشخيصية. بالنسبة لقسم العمليات عندنا التداخلية، لكن هذه طبعا أول ما تتخرج هذا تقدر تخصص فيهم داخل المستشفى، لكن أنت تقدر تكمل دراسة في عندنا الطب النووي، وفي عندنا تقدر تتخصص في نفس الأجهزة هذه، تكون بس محدد لك مثلا تتخصص في الأشعة المقطعية، تكون بس في الأشعة المقطعية. وفي عندنا علاج العلاج بالأشعة أو الراديشن ثيرابي، هذا نستخدم فيه مثلا علاج الأورام، علاج الأورام والسرطانات الله يكفينا إياكم الشر. هذه من ضمنها التخصصات زي ما ذكرت، الطب النووي والعلاج بالإشعاع. وبس، أي أحد عنده سؤال تفضل.
هل التخصص فيه بدل خطورة حسب ما سمعت؟ بالنسبة لبدل الخطر كان موجود عندنا بدل الخطر، لكن أن الدولة شالته بما أن نسبة الحماية من الأشعة خلف جدار المرصص تكون نسبتها 100% بإذن الله. هل تكون إجازة كثيرة لأن نتعرض للأشعة بشكل يومي؟ إحنا ما بنتعرض للأشعة بشكل يومي في التشخيصية، بالنسبة إلى العمليات إحنا بنكون لابسين الجهاز التي إل دي، وفي جرعات إشعاعية، يعني إحنا كل مفروض في السنة ما نعدي الخمسين ملي جرايد في السنة. إيه 50 ملي، إيه المفروض ما نعدي 50 ملي جراي في السنة، فإن إذا عديناها أساسا تكون عليها تساؤلات، لأن إحنا أساسا ما نوصل لهذه الجرعة الإشعاعية، وإذا وصلت لها أساسا هذا لازم يعني تاخذ إجازة فيها. يعطيكم العافية وشكرا على الحضور.
السلام عليكم، مساء الخير. معكم نور الحمد، طالبة علاج طبيعي في السنة الرابعة بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. نتكلم الآن عن تخصص العلاج الطبيعي. بالعرض اليوم بنعرف عن التخصص، بنتكلم عن الخطة الدراسية، وبعدين مفاهيم خاطئة عن العلاج الطبيعي، الفرص الوظيفية، فروع تخصص العلاج الطبيعي، وبالأخير بنذكر حسابات ومواقع وبعض التطبيقات وقنوات على اليوتيوب بتكون مفيدة للي بيتخصصون علاج طبيعي، وبالأخير حسابات من جميع الدفعات من سنة ثانية وفوق، في منهم خريجين لو عندكم أي سؤال لهم، وآخر شيء فقرة أسئلة لو حابين تسألون. طيب، نعرف أول شيء العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هو أحد تخصصات كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. الجمعية السعودية للعلاج الطبيعي تعرفت التخصص بأنه أحد المهن الصحية التي تعنى بمساعدة الأشخاص على استعادة العافية بعد الإصابة أو الألم أو الإعاقة، ويقدم العلاج الطبيعي الخدمات الطبية اللازمة في الحالات التي تكون فيها المشاكل الحركية والوظيفة ناتجة عن الشيخوخة أو الإصابة أو الألم أو الأمراض أو العوامل البيئية. إيش يعني هالكلام؟ أول شيء العلاج الطبيعي تخصص طبي يقيم حالة المريض ويعالجها باستخدام أساليب غير جراحية. العلاج اللي نقدمه يسمى non-invasive أو conservative treatment، اللي هو العلاج التحفظي. أنا كأخصائية علاج طبيعي ما بدخل المريض حاجة أو أفتح فيها أنسجة أو غيره، سواء للتقييم أو للتشخيص أو للعلاج. طيب، إيش هي non-invasive treatment اللي إحنا نقدمه؟ أهم شيء واللي ما يستغنى عنه هما التمارين العلاجية. بعد التمارين العلاجية عندنا أشياء كثير، مثل العلاج اليدوي، المائي، استخدام الوسائل الكهربائية وإلى آخره من التكنيكات العلاجية، لكن أهمها زي ما ذكرت هي التمارين العلاجية. وكأن أخصائيين العلاج الطبيعي يعتبرون خبراء في وصف التمارين، فمو بس المرضى اللي يجون للعلاج الطبيعي أو اللي يعانون من إصابات ومشاكل، حتى الناس اللي يبغون مثلاً يحمون نفسهم من إصابات، يبغون يدخلون في مسابقة رياضية أو مثلاً عند عمر معين حاب أنه يقي نفسه من أو يحسن من جودة حياته. يتعامل أخصائي العلاج الطبيعي مع عدد كبير ومتنوع من الحالات، سواء كانوا أطفال مواليد أو أكبر، بالغين، كبار سن، أو سواء كانت المشاكل أو الأمراض متعلقة بالجهاز التنفسي أو الجهاز الدوري أو بالأعصاب أو بالجهاز العضلي الهيكلي أو الجهاز الدهليزي، غيرهم من الحالات مثل حالات البتر والحروق واللي يعانون من تشوهات أو إعاقات منذ الولادة، غيرهم بعد اللي يعانون من في علاج طبيعي للي عندهم مرض السرطان، وفي بعد تأهيل ما قبل وبعد العمليات وغيرهم، يعني مو بس اللي ذكرتهم، بس كل الحالات اللي ذكرتها قبل شوي إيش اللي يخليها تندرج تحت تخصص العلاج الطبيعي، كيف للعلاج الطبيعي دور فيها. اللي أبي أوصله إن تخصص العلاج الطبيعي يعتمد على شيئين مهمين، movement and function، الحركة والوظيفة، هم اللي يجمعون كل هذه الحالات وكل هذه الأعمار تحت تخصص العلاج الطبيعي. لأن أنا كأخصائية علاج طبيعي إن شاء الله يهمني إن المريض يكون قادر يتحرك، وهالحركة تساعده وظيفياً على إنجاز شغل. يعني هالشخص قادر يحرك رجله، حلو، طيب إلى أي مدى؟ هل هذه الحركة تساعده وظيفياً على المشي أو مثلاً ركوب الدراجة لو كان هو يمارس هالشيء، وغير من الأنشطة سواء كانت أنشطة يومية أو أنشطة هو يفضل ممارستها، وطبعاً تكون الحركة من غير آلام أو عوائق،
ويقدر يكون الشخص فعال مع الناس والمجتمع مهما كانت مشكلته أو إعاقته، ويشتغل وينجز بشكل مستقل قدر الإمكان. بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يتخرج الطالب بمسمى أخصائي علاج طبيعي. البرنامج اللي تم تدريسه هنا هو برنامج الفيزيكال ثيرابي. في جامعات أخرى بالمملكة تدرس برنامج الدي بي تي اللي هو دكتور فيزيكال ثيرابي، ويختلف شوية في الخطة الدراسية وعدد السنوات. ما بتكلم عنه الآن، أنا أتكلم عن برنامج البي تي اللي بجامعتنا هنا. لو أحد حاب يسأل عن البرنامج الثاني بإمكانكم تبحثون عنه أو تسألون، بحط حساب في تويتر نهاية العرض. فبرنامج البي تي اللي بنتكلم عنه اليوم عبارة عن 5 سنوات دراسية، سنة تحضيرية، 3 سنوات دراسة، وسنة امتياز. وقبل لا أدخل في الخطة الدراسية، نصيحة: أي تخصص تبغون تتعرفون عليه صح، أحد الخطوات اللي مهم إنكم تطلعون عليها هي إنكم تقرون الخطة الدراسية له، تشوفون إيش هي المواد، وتعرفون هل هو يعني هل تميلون لأكثر ولا لا لتخصص ثاني. فخلنا نمشي حبة حبة في الخطة الدراسية. أول شيء السنة التحضيرية. السنة الثانية أو قبل الدخول بالسنة الثانية، القبول في التخصص يعتمد على معدل السنة التحضيرية. فالسنة الثانية تعتبر المواد اللي فيها هي مواد أساسية نبني على معلوماتها، مواد سنة ثالثة ورابعة اللي حاطة تحتهم خط، هذيلا يعتبرون أهم المواد في هذه السنة. ففي السنة الثانية أهم المواد هنا التمرينات العلاجية وإجراءات التقييم في العلاج الطبيعي، ومعهم علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء. علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء عليهم كريدت عالي في هذه السنة، وتاخذونهم كمادتين السمستر الأول والسمستر الثاني، ومنفصلتين يعني فيهم حتى يعني حتى محتواهم منفصل ومختلف. ونفس الشيء الوسائل الكهربائية، نفس ما قلت لكم في البداية non-invasive treatment مثل الوسائل الكهربائية، تأخذونها على كورسين في السمستر الأول والسمستر الثاني. اللي بعدها في السنة الثالثة، أهم موضوعين في السنة الثالثة هو العلاج الطبيعي لإصابات وجراحة العظام اللي هو للجهاز العضلي الهيكلي، والعلاج الطبيعي للقلب والجهاز التنفسي. هذول أهم اثنين. بعد معاهم علم الحركة والميكانيكا الحيوية. أنا قاعد أمشي في الخطة الدراسية على السريع، بس لو في مادة تبغون تعرفون تفاصيلها تقدرون تسألون عنها أكثر. في السنة الرابعة أهم مادتين، أو ما بقول مادتين، أهم 2 topics لأن تندرج تحتهم مواد كثير، اللي هما العلاج الطبيعي للأعصاب والعلاج الطبيعي للأطفال. وفي مادة، وطبعا في السنة الرابعة اللي هي فيها بحث التخرج، بحث التخرج يكون primary study. وفي مادتين مواضيع خاصة في التأهيل والعلاج الطبيعي لحالات مختارة. في هذه المواد ناخذ تكنيكات مثل العلاج اليدوي، تايبينج وBNF وغيرها من التكنيكات. والعلاج الطبيعي لحالات مختارة مثلا العلاج الطبيعي للومن هيلث، لصحة المرأة وللكانسر ولتأهيل الحروق، والجرياتريكس اللي هم تأهيل كبار السن. فهذه سنة رابعة. في نقطة ما ذكرتها وهي إن من السنة الثالثة نبدأ ننزل المستشفيات وعيادات العلاج الطبيعي، تكون يوم كامل في الأسبوع، يبدأ من سنة ثالثة سنة رابعة اللي هي مادة الممارسة السريرية. تمام. وآخر شيء اللي هي سنة الامتياز، وهي سنة كاملة تمرون فيها تقريباً 2-3 rotations. هذا بخصوص الخطة الدراسية، وهذا رابط أو الباركود هذا بتحصلون فيه الخطة الدراسية جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. طيب الحين بتكلم عن
بعض المفاهيم الخاطئة اللي عن العلاج الطبيعي. أول شيء، في كثير من يسمع كلمة علاج طبيعي يظن أنه هو علاج بالأعشاب، هو أبداً ما له علاقة. العلاج الطبيعي أبداً مختلف وما في أي صلة بالأعشاب، ولا نستخدم أعشاب ولا شيء. في البعض أو مو البعض، يعني هو العلاج الطبيعي أصلاً يسمى علاج عفواً علاج فيزيائي. بتكلم عن العلاج الوظيفي بعد شوي، بس العلاج الطبيعي هو نفسه العلاج الفيزيائي. لو بحثتوا عن أي مصطلح منهم بيطلع لكم نفس النتيجة. فالبعض يقول إن الاسم الأصح هو العلاج الفيزيائي لأنه يوضح معنى التخصص أكثر من العلاج الطبيعي اللي يدل على أشياء طبيعية. غيره المساج، في البعض يظن إن العلاج الطبيعي أغلبه مساج. مو صحيح. يعني إحنا في أحد المواد ندرس عن المساج وناخذه كتكنيك نستخدمه مع المرضى، لكن العلاج الطبيعي مو مساج. أهم شيء هو التمارين العلاجية. شايفين في سنة رابعة مواضيع خاصة في التأهيل، هذه المادة ناخذ فيها محاضرة واحدة عن المساج، فهو تكنيك أنا ممكن أستخدمه في الجلسة ممكن ما أستخدمه. الشيء الأساسي اللي عندي هي التمارين العلاجية، فعلاج الطبيعي مو مساج. شيء ثاني، الأساليب، في بعض الأساليب العلاجية تنسب للعلاج الطبيعي وهي ما لها علاقة، ما راح أذكر لها أمثلة، بس لما تشوفون شيء يكتب إن هذا في العلاج الطبيعي لازم تتأكدون منه، لأن في أشياء كثير تطلع وتندرج تحت مسمى العلاج الطبيعي، وبعدين الناس لما تروح العيادات ما تشوف هالشيء لأنه أبداً ما لها صلة بالعلاج الطبيعي. فلما نشوف أي شيء أو أي تكنيك نتأكد إذا هو فعلاً تبع العلاج الطبيعي أو لا. بعد النقطة الثالثة، العلاج الطبيعي فقط للإصابات والحوادث، وهالشيء مو صحيح. تكلمت في البداية أن في البعض مو بس يجي عشان عنده إصابة، يجي أنه يبي يشارك في مسابقة رياضية أو بيبدأ مثلاً نظام جديد بحياته، فيقدر يأخذ استشارة علاج طبيعي. بالنوادي الرياضية مو عندهم، هم فريق طبي، من ضمن الفريق الطبي أخصائي علاج طبيعي. الشيء الرابع، قلة الوعي. في كثير ناس عندهم قلة وعي بدور وأهمية أهمية تخصص العلاج الطبيعي وكيف يتم. في بعضهم تصير لهم مشكلة لما يروح العلاج الطبيعي يظن أنه بعد يومين أو بعد أسبوع راح يتحسن، ولما ما يشوف نفسه يتحسن في هالمدة يشوف يظن أن العلاج الطبيعي ما فاده، وهو بالعكس. هي بروسس تأخذ وقت، وعلى حسب الكونديشن وعلى حسب العمر وعلى عوامل ثانية. العلاج الطبيعي ممكن ياخذ 3 أشهر، ممكن ياخذ أكثر، وفي بعضهم ياخذون سنين لين يتحسن ويرجع لحالته الطبيعية. ففي البعض يشوف إنه لا أنا ما تحسنت، ما يدري إن الوضع ياخذ فترة. غيره في بعضهم يظنون إنه هذه الحالة ما تتعلق بالعلاج الطبيعي. فلما الواحد يكون عنده خلفية إيش الحالات اللي يعالجها العلاج الطبيعي يقدرون يتجهون له. فهذه بعد نقطة. فقلة الوعي يعني تقع على عاق أصحاب التخصص نفسه، صحيح؟ فعشان كذا أنا ذكرت هالنقطة. في ناس كثير ما عندها وعي بأهمية المجال، وخصوصاً اللي مثلاً يكون عندهم أطفال ما يعرفون إن هذا الطفل محتاج علاج طبيعي، أو حتى لو حولهم الدكتور إلى علاج طبيعي ما يأخذون الطفل، أو إن إذا أخذوا يوقفون لأن ما تحسن الطفل بفترة قصيرة. فالعلاج كل ما كان أبكر كل ما كان أفضل، فقلة الوعي تأخر شوي. آخر شيء، في كثير يربط العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، في فرق بينهم. هم أول شيء تخصصين مختلفين، صحيح اثنينهم تحت علوم التأهيل، لكن
يعني اثنينهم تخصصات مختلفة. هذا فيديو يعرض الفرق ما بينهم. أنا ما راح أعرض الفيديو بس بذكر فرق بسيط بينهم. البي تي اللي هو الفيزيكال ثيرابي أو الفيزيو ثيرابي، والأو تي اللي هو الأوكيوبيشنال ثيرابي أو العلاج الوظيفي. البي تي غالباً شغل البي تي على العضلات الميجر اللي أهتم أنا بمشيتها، هل هو يمشي؟ هل يقدر أنه يمشي بعد فترة أو أن مشيته مو صحيحة وتحتاج أنها تكون أفضل؟ هل الطفل يقدر يرفع رأسه، يقدر يجلس وغيره؟ فإن تكون الحال، تكون الشغل حقي متركز على العضلات والحركات الكبيرة. أما الأوتي فشغلهم للأشياء الدقيقة، حركات اليد، المسكة، الأشياء الحسية. فهذا فرق بسيط بين التخصصين. الأوتي أو العلاج الوظيفي مو موجود بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، موجود بجامعة ثانية في المملكة. وبعض المستشفيات لو تواجد علاج وظيفي أو لو تواجد قسم علاج وظيفي في المستشفى، خلاص يعني يتحول إما الحالة إما تتحول لعلاج طبيعي أو علاج وظيفي أو الاثنين. لكن لو ما تواجد قسم علاج وظيفي فيكون عند العلاج الطبيعي. حتى الأشياء الدقيقة يعني ممكن يمسكها العلاج الطبيعي لو ما تواجد قسم علاج وظيفي. طيب، بخصوص الفرص الوظيفية، بإمكان أخصائي العلاج الطبيعي إن يشتغل بالمستشفيات الحكومية والخاصة، مراكز التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، مراكز صحية، مراكز تأهيل المسنين بالنوادي والأفرقة الرياضية، ومراكز الأبحاث العلاج الطبيعي وغيرهم من تخصصات. في موقع اسمه فرصة، في دليل التخصصات يتكلم عن يعني مو بس تخصص العلاج الطبيعي، بأي تخصص تقدرون تبحثون فيه، ويوضح إيش هي الأماكن اللي ممكن يشتغل فيها أخصائي العلاج الطبيعي، إيش هي الصفات اللي ممكن يتحلى بها أخصائي العلاج الطبيعي، إيجابيات وسلبيات التخصص، وناس مشاهير بالمجال. فالموقع جميل، أرسلته في الشات. يعني أتمنى تطلعون عليه، وأي تخصص ثاني بإمكانكم تبحثون فيه. غير كذا، أخصائي العلاج الطبيعي يقدر يكمل ماجستير ودكتوراه أحد هذه المجالات اللي هو العلاج الطبيعي لأمراض الأطفال، للجهاز العضلي الهيكلي، للإصابات الرياضية، للقلب والرئتين، لصحة المرأة، والعلاج الطبيعي للجهاز العصبي. في غيرهم كثير من التخصصات، مو بس هذيلا، في جرياتريكس، في الفيستبيولر سيستم ريهابيليتيشن، وفي غيرهم حتى خارج المملكة. في ما أعرف اسمه بالضبط، بس بالعربي في تأهيل رواد الفضاء وغيرهم. بس اللي ذكرتهم هنا هم التخصصات اللي متواجدة كدراسات عليا في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عدا صحة المرأة. هذا فيديو عن حالة واحدة احتاجت العلاج الطبيعي، وبس بس الفيديو يوضح النتائج من فترة لثانية. بالأخير، هذه المواقع وقنوات اليوتيوب والتطبيقات اللي تكلمت عنها هي مفيدة للي بتخصصون علاج طبيعي أو حتى اللي يدرسون علاج طبيعي. اللي بس يبي يتعرف على التخصص، في حسابات تويتر مفيدة بتكون لهم أكثر. في
نادي علاج الطبيعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل. النادي يهدف لزيادة وعي المجتمع بدور العلاج الطبيعي وأهميته، وبعد لذكر بعض طرق الحفاظ لبعض الطلاب والطالبات سواء كانوا في تخصص العلاج الطبيعي أو أي تخصص صحي ثاني، فهي بالأخير معلومات طبية لو حابين تطلعون عليه. وهذه أرقام وحسابات طلاب وطالبات في التخصص والخريجين من سنة ثانية لين دفعة 216. لو عندكم أي سؤال لأي أحد منهم، كلهم عندهم خبر إنه كلهم عندهم خبر وكلهم مستعدين يعني يستقبلون أسئلتكم. والقائمة هذه بتوصل إن شاء الله. الباركود هذا فيديو لطيف، أتمنى تطلعون عليه. وكذا خلصنا عرض العلاج الطبيعي. هذا حساب تويتر، وأي أسئلة عندكم تفضلوا اكتبوها بالشات أو افتحوا المايك زي ما تفضلون.